بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل في التوتوريال شابتر 6 Internal Forced Convection. Sample Problem 6.2 Flow of Oil in a Pipeline Through a Lake. Consider a flow of oil. ادخل هنا ب 20 دقري سلسيوس، سرعته 2 متر للثانية. الديامتر تبع هذا البايبلاين 0.3 متر. التمبريشر تبع اللاك اللي جاي برا البايبلاين، التمبريشر تبعه صفر. Regarding the thermal resistance of the pipe material، ما في thermal resistance عندنا هنا داخل البايب نفسها، ما نعتبر أن عندها سماكة وبالتالي ما في resistance. The temperature of the oil المطلوب هنا، temperature of the oil when the pipe leaves the lake، كم الـ TE لما الـ oil leaves the lake. The rate of heat transfer from the oil، كم انتقل من الحرارة إلى lake. The pumping power required to overcome the pressure loss and maintain the flow of the oil in the pipe، ايش قوة الضخ اللي المفروض نحطها علشان هذا الاويل يصل الى الناحية الثانية. لو بدنا ناخذ البروبرتيز تبع الاويل، طبعا عند درجة حرارة 20 نجيب الدنسيتي، الثيرمال كوندكتيفيتي، الكاينيماتيك فيسكوزيتي، سبيسيفيك هيت، البلانت. طبعا حنروح للتيبل A13، شوف الـ properties of liquids، شوف الـ engine oil، نروح إلى درجة حرارة كم هنا؟ 20، الـ density هذه، specific heat، thermal conductivity، kinematic viscosity، والـ Prandtl. بدنا نطلع الـ Reynolds number، الـ V عندنا، velocity عندنا، والديامتر هيدروليك ديامتر هو الدي، دي اتش هيدروليك ديامتر، والنيو طلعناها من شويه من الجدول. اذا عندنا رينولدز نمبر هو 666. لما يكون عندنا انترنال فلو فيكون الكريتيكال رينولدز نمبر هو 2300، وهذا رينولدز اقل منها 666. The flow is laminar and the thermal entry length in this case is roughly الـ L thermal يساوي 0.05 Reynolds، حسبناها من شوية في الـ Prandtl، شفناها من الجدول في الديامتر، إذن يساوي 104000 متر، which is much greater than the total length of the pipe. Total length of the pipe هذا أكبر منه بكثير. This is typically fluids with typical of fluids with a high Prandtl number. نعم عندنا هنا high Prandtl number. لما يكون عندنا high Prandtl number نسلت نجيبه بهذه العلاقة اللي عندنا هنا، لأنه thermally developing flow. طلعنا نسلت، نقدر نطلع الـ H مباشرة. الـ D عندنا للديامتر تبع البايب اللي هو 0.3، والكي جبناها من جدول. بدنا نجيب سيرفيس اريا لهذه البايب تساوي البريميتر مضروب في الطول تبعها. اذا البريميتر اللي هو تبع السلندر باي دي في ال لج. بعدين بدنا نجيب الماس فلو ريت، الفلو ريت يساوي الدنسيتي مضروبه في الاي سي الكروس سكشن. هنا هذه تختلف عن هذه السيرفيس اريا، اما هنا عندي الكروس سكشن، يعني اذا قطعت من هنا ايش حيجينا؟ حتجيني دائره. الدائره هذه ايش مساحتها؟ مساحتها 1/4 باي دي سكوير، نضربها في السرعه تبع المين فيلوسيتي اللي هي 2 متر بير سكند، يجينا الماس فلو ريت 125.5 كيلوغرام لكل ثانيه. Next we determine the exit temperature of the oil from هذه العلاقة المعروفة لما يكون عندنا internal flow.
تي اس صفر، لان التمبريتشر عند تبع الاي سي لك، والتي اي 15 عفوا 20، الام دوت حسبناها، السي بي موجوده، الاي اس السيرفيس اريا، والاتش اللي هي ترانسفير كوفيشن. اذا حتكون عندنا تي اي، هذا جواب السؤال الاول، انه تي اي عند الاكزيت حتكون 19.71 دقري سلسيوس. هلا بدنا نجيب الفلو الريت اوف هي ترانسفير، نحتاج نجيب ايش اللوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس عند الاكزيت. هنا ايش عندنا؟ عندنا تي اي ماينس تي اكزيت، هنا عندنا تي اي اللي هي 20 ناقص تي اكزيت اللي هي كم؟ 19.71 حسبناها من شوية. اللوغاريتمك هنا عندنا تي سيرفيس تساوي 0، هنا تي اكزيت، هنا تي انلت. إذن دلتا تي ال ان تساوي 19.85. إذن صار ممكن نحسب ريت اوف هيت ترانسفير، الكيو تساوي ماينس 67. The oil will lose heat at rate of 67.4 kilogram as it flows through the pipe in icy water of lake. حيفقد Q اللي هي دوت وتساوي 67.4 كيلووات. ما دام عندنا لامينار فلو اوف اويل هايروداينامكلي ديفلوبد، الاف تساوي 64 على رينولدز لانه في عندنا لامينار. Then the pressure drop in the pipe and the required pumping power became delta P، قانون تبع البريشر دروب. الاف حسبناها من هنا، ال طول البايب، دياميتر، density والفيلوستي اللي هي 2 متر بير سكند. صار عندنا البريشر دروب، هذه قيمته. كم قوة الضخ اللي تلزمنا؟ نضرب البريشر دروب في الماس فلو ريت نقسم على الدنسيتي، يعطينا 16.1. إذن إذا ودك فعلا هذا الأويل اللي دخل هنا بعشرين ودك إياه يستمر إلى أن يوصل إلى عند الإكزيت عندنا هنا، يعني يطلع من النهر الموجود عندنا هنا، فيلزم قوة 116.1 كيلووات قوة ضخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.